انا ابني النهارده ما بنسى ولا بنسى ولا بنسى نقطه دمه. انا ابني ما بنسى. انا هذا اليوم رحت انا بنفس اللي راح محمد. انا راحت روحي معه. انا راحت روحي معه. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هاي خزانة المرحوم، هاي اوعي جبت له اياها ما لبسه. هاي جبت له اياها وما لبسه. اللي حصل ما ساعدك او ما حدا رد عليك؟ ما ساعدني، مع انه ابني بالنسبه لفراق ابو اخوه، وبعتنا تقرير طبي للسفاره ببيروت على حاله ابني. عندك الملفات او عندي الملفات على حاله ابني؟ نعم معي. حاله ابني ولحد كان يتهجم علي، لي انت السبب ليش تركتي بابا وطلعتي؟ ليش ما استنضليتي بيها مع بابا؟ ما بدنا نحن نعيش هون. ابني انه شاف ناس مقطعه بالارض، شاف ابني ميتين عماته رايحين. يعني ابني كان يمرق من 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 فوق القتيل هيك يمرق نمرق على الشارع. قلت له يعني شو توت؟ قال لي ابنكم توت. قلت له ابني صار توت؟ قلت له ابني مات يعني بهي السهولة بتيجي بتقول لي ابني توت؟ ابني 13 سنة وأنا عم بركض معه بساوي معه عشان أشوفه مثل العالم، بآخر شي بتقول لي توت؟ قلت له بركي مو ابني. قال لا ابنك. بسمع العالم، مو انا اللي بخلي ابني. هاي اليوكن دمت اللي خلت ابني، هاي اليوكن دمت اللي هيك صابت بابني، هاي اليوكن دمت اللي لحشت ابني بالشارع. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. قتلوا ليه؟ شو عمل لك؟ بدون سبب ولا شيء؟ ليش؟ ليه؟ الله ينتقم منه، واحنا بدنا اشد العقوبه له، وبدنا حقنا. بدي انا حق ابني. انا ما جبت اولادي لهيك يصير فينا. انا ما جبت اولادي لاخذ الحسره محمد بقلبي. انا كان نفسي اقول له يما بدي اخليك تفرح، بدي افرح فيك اجوزك. يا امي ان شاء الله ان شاء الله، انا امي بدي افرح فيك يا امي.